أهلا بيكم. في الوقت اللي إنسان الغاب فيه بيكافح قدام موجة كبيرة من إزالة الغابات والدمار البيئي، قبل 9 مليون سنة عاش قرد أكبر وانقرض في ظروف مشابهة، مع الفرق الكبير طبعا بين الظروف البيئية والتدخل البشري. جيجانتوبيثكوس بلاكي هو أكبر قرد معروف حتى الآن، ولك أن تتخيل أن لحد منتصف القرن العشرين كانت حفريات القرد ده بتستخدم في الطب الصيني التقليدي، اللي هو كان غالبا بيعتمد على طحن العظام واستخدامها لعلاج الأمراض المختلفة. وفي الحقيقة على عكس الحيوانات المنقرضة اللي بنعرفها من بقايا الهيكل العظمي، مش بنمتلك غير عدد قليل من بقايا جيجانتوبيثكوس الأحفورية اللي هي في الواقع أسنانها وعظام الفك، وده عامل حالة من الجدل على الحجم ونمط الحياة والشكل. ولكن بناء على حجم الفك فنقدر نقول إن احتمال وصل طول القرد ده لـ3 متر، لكن غالبا كان النوع ده هو الأكبر، لأن تم اكتشاف نوع تاني من جيجانتوبيثكوس في الهند معروف باسم جيجانتيوس، والاسم ده طبعا ما كانش في محله، لأن في الواقع كان نص حجم جيجانتوبيثكوس بلاكي، ويمكن التغيير في الحجم هنا كان سبب التكيف المناخي المختلف. وده على الرغم إن في أدلة بتقول إنه سكن جزء من الصين، وبشكل عام المتخصصين بيقولوا إن ذكور الجيجانتوبيثكوس كانوا أكبر بكتير من الإناث، وعلى عكس ذكور الغوريلا المعاصرة اللي بتبرز أسنانها بهدف إظهار الهيمنة، الجيجانتوبيثكوس كانوا بيمتلكوا أسنان صغيرة نسبياً. وده هيودينا الاستنتاج بيقول إن القرد ده غالباً ما كانش بيستخدم أنيابه في عروض الهيمنة. وعلى الرغم من إن الجيجانتوبيثكوس حجمها كبير، إلى إن مفيش أي دليل على إنها كانت من الحيوانات اللحمة، لكن من شكل الأسنان غالباً تغذت على الفواكه، لكن برضو ده ما يمنعش إنها كانت من أكل اللحوم الانتهازية كما هو الحال مع الشمبانزي. أما بالنسبة لحياته فمش معروف عنها إلا القليل، ولكن على الأقل عارفين إنهم عاشوا في غابات مطيرة شبه استوائية، وده بقى على غرار الغابات المطيرة وإنسان الغاب. ولكن احتمال إنهم عاشوا في مجموعات صغيرة علشان تحميهم من الحيوانات المفترسة، وهنا بقى الحقيقة مفيش أي دليل متاح بيثبت هجوم من أي حيوان مفترس، وده بالتأكيد مش راجع لضخامة الجيجانتوبيثكوس على قد ما هو راجع لقلة الحفريات. بس ده ما كانش هيمنع النمور اللي كانت بتعيش بنفس المنطقة مثلا إنها تهاجم الأفراد الضعيفة أو المريضة، ومع وصولنا لـ100 ألف سنة ينقرض الجيجانتوبيثكوس تماما. وفي الحقيقة محدش بالظبط عارف إيه سبب الانقراض، لكن السبب الأشهر هو تغير المناخ خلال أواخر العصر الجليدي الأوسط. التغيرات دي دمرت غاباتهم لحد ما اختفت، ويمكن عدم قدرتهم على التكيف بسرعة مع ظروف المناخ كان السبب في انقراضهم.